دعا البنك المركزي التونسي إلى وضع خطة للتحكم في المستوى المرتفع للعجز التجاري للبلاد على خلفية المعدلات الضخمة التي منفك يسجلها منذ 3 سنوات. ووصل العجز في السداسية الأولى من 2016 إلى أكثر من 6,000 مليون دينار، رغم تراجع الواردات بأكثر من 300 مليون دينار والارتفاع الطفيف للصادرات في الثلاثية الثانية من 2016 إلى ما يقارب 0.1%. هذا وقد بلغت نسبة اليورو في الصادرات التونسية ما يقارب 60%، فيما انخفضت في الواردات لتصل إلى 50%، وترتفع مساهمة الدولار إلى 48%، ما يجعل تطور صرف اليورو والدولار له تأثير مباشر على الميزان التجاري. ثم بعض الاتفاقيات تونس خسر فيها، ناخذ مثال مع تركيا. مع تركيا سنويا ميزان معاملتنا احنا وتركيا يفوت 1,000 مليار، معنا من مليماتنا خسائر، معنا نستوردوا من تركيا أكثر من نصدروا لها 1,000 مليار. ونوعية الاتفاقية هذه راه فما حتى بنود نجم تعاود ترجعها إذا كان عندك قطاعات تضرر، وفما حلول. من جهة أخرى سجلت الشركات غير المقيمة فائضا ب 2,800 مليون دينار، إلا أن الشركات المقيمة سجلت عجزا في الميزان التجاري انتقل من 9,300 مليون دينار في 2014 إلى ما يقارب 8,900 مليون دينار في 2016، فيما بلغت خسائر تدهور الدينار بالنسبة للشركات المقيمة 5.6% من إجمالي عجزها التجاري. فما على مستوى البنك المركزي يعني فما خيارات، اما تدعم سعر الصرف ولا كي تدعم سعر الصرف هو انك تستعمل الريزيرف نتاعك المدخرات من العمله، والا انك معناها تخلي على الاقل السوق يشتغل، يعني ما انه يشتغل معناها فما طلب كبير على سعر على الدولار، دونك الدينار ينزل، ولكنك تتدخل في بعض الاحيان. تهاوي الدينار التونسي يؤثر بشكل مباشر في جميع القطاعات الاقتصادية على غرار الميزان التجاري. بدون عملة قوية لا يمكن خلق اقتصاد قوي قادر على الصمود في وجه الأزمات.